لو جينا نتكلم بقى على الاي جي اي ده حدوته لوحده. دلوقتي افهموني بقى كويس، لو الانتيجين دخل في جسمي، الجسم هيطلع انتي بوديز. الانتي بوديز دي في اول مره لازم تبقى اي جي ام، ما احنا قلنا ده الريسنت. ثم لو دخل الانتيجين مره ثانيه بتتحول الى اي جي جي. مش ده بقى المهم عندي، المهم عندي ان لما الانتيجين دخل والجسم عمل الاي جي ام، راح الاي جي ام للانتيجين واتحد معاه وخلصنا منه، خلص منه الجسم عن طريق الاي جي ام. بصوا بقى الكلمه دي هكتبها بالعربي اهو، ويفضل منه شويه من مين؟ من الاي جي ام بعد ما نهى على الانتيجين. لازم، مش معقول انا اعيب حاجه كميه الانتي بودي تبقى مساويه لكميه الميكروب، لازم يفضل شويه عندي عشان يعملوا لي مناعه. طيب لو الجسم بقى دخل فيه انتيجين، بصوا بقى، وبدل ما يعمل اي جي جي راح عامل اي جي اي. نفس الكلام، الاي جي اي هيروح للانتيجين اللي خلصنا منه ويفضل منه شويه. طب هو شكله ايه؟ هو شكله مونوميرك. طبعا الميكرو ويت مختلف، بس اقل من الجي، اكبر من الجي واقل من الام، فاذا ده ما يفوتش في البسنتا لانه اكبر من الجي. الاستاذ اي جي اي اللي فضل ده عنده حته اف سي بتموت في خليه، الخليه دي اسمها الماست سيل او البيزوفيل، الاثنين بيزوفيل. يبقى الماست سيل او البيزوفيل. الماست سيل دي مليانه جرانيولز، هيستامين جرانيولز اند ليكوتراين جرانيولز، فيروح شويه زايدين دول لازقين بالاف سي على جدار الماست سيل. فالماست سيل تبقى مليانه اي جي اي على الوول بتاعها، ماسك بايه؟ ماسك بالاف سي، اهي اف سي اف سي اف، ماسك بالاف سي. خلاص متشكرين قوي. نفس الانتيجين، نفس الانتيجين دخل مره ثانيه، يعني the person is re-exposed to the same antigen. ايه اللي يحصل؟ طبعا مش هيكون انتي بودي لان في انتي بودي اوريدي موجوده، ايه اللي هي اللي فضل منها الريميننج انتي بودي، يروح جاري يلاقي الاف اي بي فاضيه اهي، كل الاف اي بي فاضيين اهو، يروح ماسك في الاف اي بي ويحصل انتر اكشن بينه وبين اللي جنبه وهكذا. تمام، اول ما يمسك كده تروح الخلية دي تريجر، عارفين تريجر بتاع المسدس لما ندوس على الزناد دي تروح مطلع تطرش كل اللي جواها من الجرانيولز اللي هو قلناهم اهم واحد الهيستامين. الهيستامين ده يعمل ايه؟ الهيستامين هيستامين يعمل ايه؟ يعمل فازو دايلاتيشن، فيؤدي الى دروب اوف بلاد بريشر، العيان يموت في الحال، sudden drop of blood pressure. امال الليكوتراينز، الليكوتراينز دي تعمل ايه؟ دي تعمل برونكو سبازم، سبازم في البرونكيولز، مش عارف اتنفس، يقوم يعمل ريسبيراتوري فيلير، واذا كان قليل بنقول عليه بيعمل برونكيال ازمه، رب مش عارف يتنفس. يبقى اذا دي، عشان كده قلت لكم ان الاي جي اي ده اهو منوط به او يعني اكتر حاجه بيعملها اليرجي، ودي بنسميها تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي، ولما يحصل سيفير فازو دايلاتيشن بنسميها انافيلاكسز. يبقى الانافيلاكسز دي تموت البني ادم على طول، تموته ليه؟ سيفير فازو دايلاتيشن. لو واحد بياخد حقنه بنسلين
عملت في اول مره انتي بودي اي جي اي، لو جه خد حقنه ثانيه هيلاقي الاي جي اي لازقه، البنسلين بقى هيلاقيه لازق على الماست سيل، يروح متحد مع الاف اي بي، يروح مخرج هيستامين، العيان يموت بعد الحقنه. بالنسبه لطلبه او دكاتره السنان، هو بيدي كربوكين حقنه البنج، ممكن يبقى العيان ده اهو اتعرض لها اول مره وخدها تاني مره، تروح عامله له فاز دايلتيشن ويموت. تمام؟ اذا عشان يحصل هذا النوع من الحساسيه لازم الالجين يخش مرتين، ادي مره وادي تاني مره. المره الاولانيه دي اسمها سن سيتايزنج دوز. سنسيتايزنج دوز. الثانيه اسمها شوكينج دوز او انافيلاكتيك دوز، لان دي اللي هتعمل شوك. اذا هذا النوع من الحساسيه لا يمكن يحصل الا اذا كان في سنسيتايزنج دوز وفي شوكينج دوز.